تراشق صيني أمريكي يتصاعد بشأن مناطيد التجسس. فهذا المنطاد الصيني الذي يبلغ حجمه ما يوازي 3 حافلات حلق في الأجواء الأمريكية، بعدها نشب خلاف حاد بين بكين وواشنطن، خاصة بعدما رصد يحلق فوق الشمال الغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك ولاية مونتانا التي تحتضن منشآت نووية عسكرية بغية جمع معلومات بحسب البنتاغون، أمر لم تقبله الخارجية الأمريكية ونددت بالخطوة الصينية. لقد خلصنا إلى أن الظروف لم تكن مواتية لزيارة بناءة إلى الصين في هذا الوقت. لقد أوضحت خلال اتصالي مع السيد وانغ يي بأن وجود منطاد في الأجواء الأمريكية خرق واضح لسيادة الولايات المتحدة وللقانون الدولي، وهو عمل غير مسؤول، وبأن قرار الصين اتخاذ هذا الإجراء عشية الزيارة المرتقبة تضر بالمناقشات الموضوعية التي كنا مستعدين لها. أبلغت السيد وانغ بأن الولايات المتحدة تبقى وفية بالتزاماتها الدبلوماسية مع بكين، وبأني أعتزم زيارة الصين حين تسمح الظروف بذلك. وبعد علو ارتفاع التنديد الأمريكي، سرعان ما أخذت وزارة الخارجية الصينية موقفاً واتهمت في بيان لها بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة بأنهم استخدموا الحادثة ذريعة لمهاجمة الصين وتشويه صورتها. لافتة إلى أن مدير اللجنة المركزية لشؤون الخارجية الصينية وانغ يي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ضرورة معالجة الحوادث بطريقة مهنية، مشددا على أهمية التواصل لتفادي أي سوء تقدير. وكانت الصين ألقت باللوم على الرياح في دفع ما وصفته بأنه منطاد مدني إلى المجال الجوي الأمريكي، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تلتزم دائما بصرامة القانون الدولي واحترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول.